بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ كل عام وانتم طيبين. هندرس النهارده محاضرة فيسيولوجيكال تشينجز ديورنج البوست بارتم، التغيرات الفسيولوجية اللي بتحدث أثناء فترة النفاس أو الفترة ما بعد الولادة. هنتعرف مع بعض يعني ايه بوست بارتم بيريود. بوست بارتم is a period of adjustment after the pregnancy and the delivery when anatomical and physiological changes of pregnancy are reversed and the body return to a normal non-pregnant state. هي الفترة اللي فيها التغيرات التشريحية والفسيولوجية اللي حصلت أثناء الحمل وأثناء الولادة بترجع لل non-pregnant state، للحالة اللي ما قبل الحمل. الفترة بتاعتها دي أو duration دي مدتها قد إيه؟ مدتها 40 يوم أو من 6 ل 8 ويس. البوست بارتم أو البربريم لها 3 ستيج، الستيج الأولاني immediate، الستيج التانية early، الستيج التالتة remote. الإميديت هي أول 24 ساعة بعد الولادة، الإيرلي من يوم الأولاني لحد الأسبوع الأولاني اللي هو the first weeks. the remote بربريم اللي هي الفترة اللي هي include period of time required for involution the genital organs through the 6 weeks post partum. Involution ما ايه المقصود بيها هنا؟ هو return للreproductive organs للnon pregnant state، هي عودة الأعضاء التناسلية للسيدة للحالة اللي ما قبل الحمل والولادة. هنقسم التغيرات اللي بتحصل لgeneral changes ولocal changes. الgeneral أهم حاجة فيها أولها الphysical fatigue، هنلاقي فيه إجهاد جسماني للسيدة بعد الولادة، ده نتيجة التعب والدفع والإجهاد الولادة، ده بيسبب لها بعد الولادة حاجة اسمها physical fatigue. هنتكلم عن تاني حاجة في الجنرال الفيتال ساينز. الفيتال ساينز مقسمينها احنا عارفين temperature pulse respiration blood pressure. درجة الحرارة هنلاقيها بتزيد نص درجة أول 24 ساعة، وده بيسمى recreational rise. نوت اكسيد 38 درجة، درجة الحرارة ما بتزيدش عن 38 وملا تصاحبهاش اي انكريز في البلس ريت. طبعا احنا عارفين ان ارتفاع درجة الحرارة بلاقي النبض بتاعي بيزيد معاه، لا هنا نص درجة دي ما بقاش في عندي مصاحبة للبلس ريت اي زيادة خالص، لانها لو زالت عن 38 هنا معناه ان في بيربرا بيريكس او بيربرا سيبسس. بالنسبة للبلس يبقى سلو فول، الريت بتاعه من 40 ل 60، وده اسمه فيسيولوجيكال بريديكارديا، وده بيحصل اول 24 48 ساعه بعد الولاده. البلس ريمين بلو 100 بيت لكل منت، ما بيزيدش عن 100 بيت لكل نبضه لكل دقيقه. رابيد بلس هنا معناه ان يبقى عندي سورس اوف انفيكشن او هيموج، يبقى البلس عندي ما بي في حاجه اسمها فيسيولوجيكال بريديكارديا، ودي بتحدث اول يوم ليومين، والبلس بشكل عام ما بيزيدش عن 100، لو زاد كده يبقى ده معناه ان في انفكشن او او ريسبيريشن. احنا عارفين طبعا نتيجه الاوفر ديستنشن بتاع اليوترس بيبقى عندي شورتنس في البريس، الست بيبقى عندها تعب مش تاخد نفسها، عندها ضيق في النفس بتاعها، ده نتيجه الاوفر سايز بتاع الرحم اثناء الحمل. لما يحصل ريدكشن بقى للسايز اوف ذا يوترس اند ريلاكسيشن اوف ابدومينال ويل، الريسبيريشن بيبقى از مور ابدومينال ان كاركتر، هنا بلاقي النفس هنا بيبقى جاي عن طريق البطن اكتر، ده نتيجه ان الرحم فرغ مكوناته كلها، البيبي والميه اللي حوالين البيبي كل ده، فبيخلي الريسبيريشن عن طريق اخر حاجه في الفيتال ساينز عندي البلاد بريشر. مفيش اي تغيرات بتحصل في البلاد بريشر اللي بقيسه في الست الطبيعي، لكن في عندي احتمال من الاثنين، لو حصل هايبوتنشن يبقى هنا في الحاله دي اتوقع ان يحصل بوست بارتم هيمج، ان حصل نزيف بعد الولاده، او الاقي في هايبرتنشن يبقى المتوقع اكتر من 140 على 90 معناها ان في توكسيميا، في تسمم هنا حمل متوقع اخد بالي منه، من الست ممكن تكون دخلت في تسمم. بالنسبه للكارديو فاسكولار تشينجز، التغيرات اللي بتحصل في الكارديو فاسكولار، هلاقي البلاد لوس عندي اقل من 500 في الفاجينال ديليفري في الولاده الطبيعيه، ومن 700 ل 1000 في الولاده القيصريه. هلاقي عندي كاردك اوتبوت عندي ديكريز
توتال بلاد فوليوم عندي بتقل، لكن حصل لها زيادة في الحمل ابتدي ترجع ايه جراديوالي. في عندي انكريز في كرات الدم البيضاء بالنسبة لسرعة الترسيب عندي في أول أسبوع، بتبتدي يحصل لها جراديوالي إنها ترجع لإقراءاتها إيه الطبيعية. أهم التغيرات اللي بتحصل في الجلد أو في السكن excessive sweating، زيادة كمية العرق بسميها diaphoresis. دي بتحصل للست نتيجة إيه؟ طبعا إحنا عارفين إن بيحصل water retention وأوديما للسيدات الحوامل في آخر الحمل، فده كله بيخلي إن الجسم معبي مية بعد الولادة، فبيحصل إن المية دي بتخرج، فبتخرج عن excessive sweating، عن عرق إيه كتير، ده بيبتدي يختفي وبتدي يقف ايه في اول اسبوع بعد الولاده. السكين بيجمنتيشن جرادوالي ديس ابيرز. طبعا احنا لما جينا درسنا ان التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل اثناء الحمل بالنسبه للجلد، كنا نلاقي فيه صبغيات كتيره بتحصل في الجسم، سواء كانت على الوجه او سواء في البطن او سواء في الايد او الكلف اللي كان بيحصل او منطقه البرونيوم، دي كلها بتبتدي يحصل لها جرادوالي تدريجيا ديس ايه سبير. بالنسبه للرينال المينيشن بلاقي عندي من اهم التغيرات اللي بتحصل فيها حاجه اسمها ديوريسيس او البوليوريا. بوليوريا اللي هي فريكوانسي يورينيشن، دي بتحصل اول او فور من 24 ل 48 ساعه بعد الولاده. الاقي الومن فويد حوالي 3000 سنتي. اليورينيشنز الكتيره دي جايه منين؟ جاي نتيجة الووتر ريتينشن اللي كانت موجودة في جسمها وأثناء إيه الحمل. وبرضو من التغيرات اللي لقاها بتحصل، ممكن ألاقي ريتينشن بيحصل في ديرون، ده نتيجة إن في بينفول، في ألم أو في صعوبة يحصل ماكتوريشن نتيجة إن الست كان عندها تير أو لارسريشنز، هالتوكات موجودة أو شق العجان اللي حصل أثناء الولادة، فده بيخليها أحيانا تخاف تعمل يورينيشن، فبيبقى عندها ريتينشن إيه لليورين. بالنسبة للتغيرات اللي بتحصل في الجي اي تي الجهاز الهضمي، هنتكلم عن اول حاجة فيه الابيتايت اللي هي الشهية. الستات اللي بتولد فاجينال دليفري بلاقيها اكستريملي هانجري، جعانة بشدة، ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان في لاك اوف فود انتيك والاكسيرشن بتاعت الولادة، الحزق والطلق اللي بيحصل اثناء الولاده والمجهود اللي الست بتعمله اثناء الولاده، ده غير ان احنا طبعا اصلا ان احنا ما بنديهاش اي حاجه انتيك للاكله في مراحل الولاده الاولى والثانيه والثالثه كذلك، فده بيخلي الست خارجه من الولاده جعانه جدا، عشان كده بيبقى انكريز الابيتايت والفود انتيك. زي بالبلدي كده العيل ينزل من هنا اديله فرخه من هنا عشان تقوي ايه الست لانها بتبقى ايه جعانه. معاها كمان الاقي السيرست، العطش از بريزنت، ليه تبقى ست عطشانة؟ طبعا احنا عارفين ان في دايروسز ودايفروزز، في بول كتير بيهبى عند الست، في عندها عرق كتير، فده كل دوت في لود هي بتفقده، فبيحسسها دايما انها ايه عطشانة. بالنسبة للباولز هلاقي عندي تندنسي تو ابنورمال ديستنشن اند كونستبيشن. البودي ويت سلايتلي لوست، بيبتدي يحصل فقدان الوزن بتاع الجسم بتاعت الست بعد الولادة أو خلال أول 10 أيام نتيجة evacuation اللي هو تفريغ uterine content والبوريوريا والاكسسيف سويتنج. طبعا محتويات الحمل كلها، البيبي بالامنيوتيك فلويد اللي كان موجود بيه بالبلاسينت ده كله نزل، طبعا الووتر ريتينشن اللي كانت مزوده الجسم عندي، فبتنزل عن طريق البوريوريا والاكسسيف سويتنج والعرق ايه المستمر. بالنسبه للبريست والفيسيولوجي اوف اللاكتيشن، ديورنج البريجنانسي الاستروجين والبروجسترون اثناء الحمل، هرمون الاستروجين والبروجسترون اللي هو سكريتد اللي بيتفرز بواسطه البلاسينتا بيريبير البريست فور لاكتيشن، بيعدوا الثدج عشان ايه الرضاعه، يجهز للرضاعه. الاستروجين انهابت الميلك برودكشن انتل ذا اند اوف ذا بريجنانسي، الاستروجين بيخليش اللبن ينزل الا في نهايه حتى نهايه ايه الحمل. طيب نهايه المرحله الثالثه الولاده، فاكرين المرحله الثالثه الولاده اللي هي مرحله ايه ولاده المشيمه، يعني المشيمه دلوقتي هتنزل، فلما المشيمه تنزل كانت بتفرز استروجين بروجسترون، الا يحصل الليفل بتاع الاستروجين بروجسترون في الدم هيبتدي ايه ينزل، فده بيخلي الانتيريور بيتيتري جلاند يبتدي يحفزه يقول له يلا انتج الهرمون المسؤول عن اللبن اللي هو اسمه البرولاكتين،
ده بينشط الاسينز سيلز الموجوده في البريست عشان تكون ايه وتنزل ايه اللبن عشان تكليد ايه اللاكتيشن. اللبن ده اسمه كولوستروم او لبن الصرصوب، هو اللبن اللي بيتفرز خلال 3 ايام الاولانيين. طبعا احنا عارفين اهميته جدا للام واهميته للطفل، هو من محتوى لانتي بوديز كتيره وبيساعد ان يحصل انفليوشن لليوترس عند الست، وطبعا هو حاجه ربانيه كده ربنا بيديها غنيه جدا وحمايه جدا لايه للبيبي. بريست انكورجمنت فريكوينتلي اوكيور اون ذا ثيرد اور ذا فورث داي اوف بيربريم هو ميلك سيكريشن سيكريت. طبعا احنا قايلين الكولوستروم ده او لبن الصرصوب بيتفرز خلال ايه الثلاث ايام الاولين، من بعد الثالث او في بدايه اليوم الرابع هيبتدي الميلك اللي هو لونه ابيض اللي احنا عارفينه هيبتدي ينزل في الثلج. لو ما عملتش هيلثي ايديوكيشنز كويس عن الرضاعه الطبيعيه وعرفت اهميه الست ازاي ترضع الطفل بتاعها صح وازاي البوزيشنز بتاعها وازاي تعمل ايفاكويشن تفرغ الثلج كويس من اللبن، هيحصل حاجه اسمها بريست انكورجمنت اللي هو تحجر ايه الثلج، وده ده ايه دورنا. بالنسبة للتغيرات اللي بتحصل الماسكولار تشينجز، التغيرات العضلية اللي بتحصل للسيدة في أثناء فترة النفاس، هنلاقي الماسلز اللي هي ذات وير اوفر ستريتش during البريجنانسي اند ستريند during ليبر، اللي كانت العضلات اللي كانت تعرضت للشد والتمدد أثناء الحمل والولادة دي بتبتدي ترجع ببطء للنورمال تون اند الكتريسيتي للحالة الطبيعية بتاعتها بالنسبة لإيه القوة بتاعتها وإيه وتماسكها. لكن هلاقي في بعض السيدات بتعاني بول أبدومينال ماسلز تون، بلاقي في عندها استرخاء في بعض عضلات البطن عندها، فده بيؤدي إن يحصل لها باك بين. علشان كده رول أوف ذا نيرس بتاعي إن أنا أشجع السيدة إن بعد الولادة بعد فترة معينة لما بتبتدي تعيد لقوتها والتونز بتاعها والفتيج عندها بعد الولادة بيبتدي يقل، انها تمارس التمارين الرياضية علشان خاطر تقوي عضلات البطن بتاعها اللي حصل لها ايه استرخاء او ضعف. اللوكال تشينجز بقى ده خاص بالاعضاء التناسلية، هنتكلم على كل عضو فيه باستفاضة. اليوترس، ايه التغيرات اللي بتحصل للرحم اثناء فترة النفاس؟ هيحصل حاجة اسمها انفوليوشن. كلمة انفوليوشن احنا قلناها قبل كده is the process by which the uterus return almost to pre-gravida state، هي عملية اللي فيها الحمل بيرجع لحالة بري اللي هي قبل gravida state اللي هي حالة قبل الحمل. بلاقي اخبار اليوترس ايه immediately بعد الولاده، مباشره بعد الولاده الوزن بتاعه بيبقى كام 1000 زي ما احنا خدنا قبل كده 1000 جرام، بعد اسبوع بيبتدي يقل ل 500، في نهايه الاسبوع الثاني 250، بيبتدي يقل لحد ما يوصل في نهايه 6 اسابيع لحد 50 جرام، وده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده الوزن بتاعه قبل ايه الحمل كان الرحم وزنه 50 جرام. السايز بتاع اليوترس بقى immediately after liver مباشرة بعد الولادة بلاقي الفندل الهايت بتاعه موجود فين at or below level umbilicus، عند الامبلايكس عند السرة او تحتها بحاجة ايه بسيطة، بيبقى فير مشدود contracted منقبض، بيبقى موجود فين في midline، يبتدي يحصل له gradually decrease كل يوم صابع. لما اجي اقيس الفندل ليفل بتاع اليوترس بعد الولاده احط صابعي على الرحم هبتدي الاقيه بينزل كل يوم صابع، هلاقي في نهايه الاسبوع الاولاني بيبقى موجود في الميد واي في المنتصف بين الامبلايكس والسيمبس بيوس منطقه ايه العجين، في نهايه الاسبوع الثاني بيبتدي يبقى عند السيمبس بيوس وجرادوالي بيبتدي من حد ايه ينزل صابع 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 كل يوم لحد ما بيبقى ايه بتحسش ايه نوتفل ابدومينال ما بتحسش عن طريق. ادي الصوره دي واضحه قدامنا، ادي اهو بعد الولاده مباشره هو موجود عند الامبلايكس وبعد كده كل يوم بينزل صابع 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 عند نهايه الاسبوع الاولاني تقريبا بين المنتصف ما بين الامبلايكس والهنا وعندي منطقه العجين لحد ما يبتدي من نهايه الست اسابيع ما بيتحسش عن طريق ايه البطن. بالنسبه لطول الرحم
at delivery أثناء الولادة بيبقى طوله 20 سنتي. في نهاية 6 أسابيع بتوع البربريا أو فترة بوست بارتم بيبتدي يرجع للنون جرافدا ستيت اللي هي 7.5 سنتي. الفوليوشن أوف ذا يوترس بيحصل نتيجة تو ميكانيزمز أو تو بروسيس. انفوليوشن اللي هي ريتيرن الريبرودكتيف أورجانز للنون جرافدا ستيت بيحصل بسبب حاجتين. أول حاجة اسمها أوتوليسيس أو سيلف ديتشن، دي البروتين ماتيريالز الموجودة في الماسلز فايبرز بتاعت اليوترس دي بيحصل لها بروكن داون، بيحصل لها تكسير بسبب ايه؟ انزيمات. والانزيم بعد كده بيحصل لها امتصاص في الدم، بعد كده تبتدي تخرج عن طريق الكيدني تنزل فين؟ في اليورين. دي العملية الأولانية. العملية التانية الاسكيميا. اسكيميا زي ما انتوا عارفين هي ديكريس البلاد سبلاي. الكونتراكشن والريتراكشن اللي بتحصل في اليوترس دي بيعمل كومبريسيف، بتضغط على البلاد فيزلز وبتقلل كمية الدم اللي بتوصل ايه لليوترس، عشان كده بيبتدي يرجع للحالة بتاعته الى ايه ما قبل ايه الحمل. من التغيرات اللوكال اللي بتحصل ايضا لافتر بينز. يعني ايه افتر بينز؟ This is spasmodic colicky pain in the lower abdominal. هو ألم ماس بحس التقلصات موجودة في أسفل البطن، بيشبه ألم المنستيرول بين ألم الدورة الشهرية، بيحصل during early postpartum days due to contractions of the uterus. بيحصل في أول حوالي 3 أيام بعد الولادة مباشرة نتيجة الكونتراكشن أو التقلصات اللي بتحصل نتيجة إيه للرحم. After pains ده more common and more severe in multibara women، بيبقى أكثر شيوعا وأكثر حدة في السيدات متكررات الولادة، ده نتيجة المسلز تون بتاعة البطن والرحم تبتدي يحصل لها ايه ضعف تتعب. او الناس اللي عندها multiple pregnancy اللي حامل في اكتر من واحد، الناس اللي عندها بولي هيدرومينس، الناس اللي هي الانيوتيك فلويد بتاعها كان اكتر من 2000 سنتيمتر موجود معاها. الافتر بينز كان بي بريسيبيتد باي برينسس اوف بلاد كلوتس ا بيس اوف ميمبرينز اور بلاسينتا تيشو. الام اسفل الولاده دي بتحصل نتيجه انكبارات الرحم، عشان تتخلص من ايه؟ تخلص من الدم وتخلص من بقايا الأغشية والممبرينز الموجودة أثناء الولادة. كمان الأفتر بينز ده بيزيد during breast feeding، بلاقي السيدات بتحس بألام شديدة جدا عند رضاعة الطفل. ليه؟ لأن البيبي لما بتدي يحصل sucking بتدي يرضع بيبتدي يعمل stimulation، الرضاعة دي بتخلي stimulation بتحفز أو بتنشط البستيريور بيتوتري جلاند الفص الخلفي للخلية النخامية عشان تفرز هرمون الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ده اللي هو المسؤول عن انقباضات الرحم، فبالتالي لما يزيد إفراز الأكسيتوسين أو يفرز الأكسيتوسين ده بيخلي more uterine contractions بتحصل، فبتزود الأفتر بينز. اللوكيا سائل النفاس أو دم النفاس هو الدم اللي بينزل على السيدات أثناء فترة النفاس. It is uterine discharge escaping from the genital tract during the first 2 weeks of the postpartum. هو إفرازات رحمية تنزل على السيدات أول أسبوعين بعد الولادة. القلوي الخصائص بتاعها إيه؟ قلوي. It is alkaline in reaction. الكمية بتاعتها تبقى أزيد من المنستيرول فلو، أزيد من كمية الدم اللي تنزل أثناء الدورة الشهرية. ريحتها تبقى فلاشي، حتة زفرة شوية، تحتوي على بلاد لوكوسايتس بس دي زيد وسيشو ابيثيليال سيلز بيبتون نان بيولوجيكال بكتيريا، دي كلها محتويات ايه اللوكيا. أغشية وبطانة وبتحصل على دم، دي كلها من الحاجات اللي موجودة فين في جدار الرحم. عندنا 3 أنواع من اللوكيا: لوكيا ريبرا، لوكيا سيروزا، لوكيا ألبا. لوكيا ريبرا جاية discharge is red، ريبرا red in color، ده نتيجة ان في عندي amount of blood كمية دم موجودة فيها، عندي اجزاء او بقايا الديزيدوا اللي هي بطانة الرحم بعد ما بيحصل لها implementation بدل ما تقال عليها endometrium تقال عليها ديزيدوا،
عندي الكوريون amount of كوريون amniotic fluid الفيرنكس كازوزا الميكونيوم لو موجود، دي كلها محتويات الايه لوكيا ريبرا، ودي بتقعد من اول يوم لحد نهايه اليوم الثالث او بدايه اليوم الرابع. بيتحول بعد كده من لوكيا ريبرا، بلاقي اللوكيا اسمها لوكيا سيروزا بتغير لونها الى ايه لون مصفر شويه، ده نتيجه انها لوكيا سيروزا بتحتوي على كميه دم اقل وكميه سيرم اكتر فبيديها اللون المصفر شويه. دي بتقعد من اليوم الرابع لحد اليوم العاشر. لوكيا البا دي بيبقى لونها وايت كولر ديسشارج، بتحتوي على ليوكوسايتس، دي بتقعد من بعد اليوم العاشر لحد اليوم ايه الخمستاشر. زي ما احنا شايفين اللوكيا، لما اجي اتكلم عن اللوكيا لازم بترتيبها، لازم اقول لوكيا ريبرا، لوكيا سيروزا، لوكيا البا، لان في تشينج في الكالر، اول واحده بتبقى ريد، تاني واحده بتبقى يلو، اخر واحده بتبقى لونها وايت. لو احنا في حاله من الحالات لقينا لوكيا ريبرا قعدت اكتر من 4 ايام، ده انديكيتور لايه او مؤشر لينا ايه ان الحاله دي عندها بوست بارتم هيموج. او في اي وقت من الاوقات لقينا اللوكيا الاماونت بتاعتها او هي ما بتنزلش بالطريقه المعتاده بتاعها، يبقى ده معناها مؤشر، وخصوصا لو كانت مصاحبه بريحه وحشه، ان ده مؤشر ان في عندي بوست بارتم ايه انفكشن، عدوى ايه بعد الحلول. ريتيرن اوف مينستريشن، هنا عندي حالتين. الحالة الأولانية نون لاكتيتنج ماذرز، السيدات اللي مش بترضع، هلاقي عندها المنستريشن تبتدي تظهر لها أو ترجع من بعد 6 لـ 8 ويكس، اللي هي بنهاية فترة النفاس على طول. السيدات بقى المرضعات اللي هي لاكتيتنج ماذرز دي، المنستريشن بتبتدي ترجع تاني مش أقل من 4 لـ 5 شهور، وساعات بتقعد لحد 24 شهر، سنة كاملة بدون ما يحصل منستريشن. اول دوره شهريه بتحصل دي بتبقى عندي بريفيوز، تبقى جديده وبتبقى برونكت زي النورمال تايمز بتاعها، يعني انت عارفين انها بتقعد من 3 لـ 5 ايام، لا انا ممكن الاقيها ممكن توصل لحد 10 ايام وازيد من كده كمان. ده بيخلينا نقول ان الايفوليشن ممكن يحصل، وفي ابسس المنستريشن ممكن يحصل، لان الست ما بيجيلهاش دوره، فممكن يحصل ايفوليشن في اي وقت نتيجه اي دروب بيحصل في التكنيك بتاع الرضاعه الطبيعيه. فعشان كده ممكن سيدات تحمل وهي بتقول لك مرضع نظيف غير ما تاخد ايه بالها. التغيرات اللي بتحصل في الاوفري في المبيضين، الاوفريز هاف بين ان اكتيف ديورينج لاست تو تريمسترز اوف ذا بريجنانسي بيكوز of drop of the placenta hormones. However, the body gradually resumes its pre-pregnancy menstrual cycle. طبعا يبتدي الإيفوليشن، يبتدي يفرز الاستروجين والبروجسترون بعد البلاسينتا ما بتنزل أثناء الولادة، ويبتدي يعمل إيه الأكشنز بتاعها، وعشان يبتدي يشتغل المنستروال إيه سايكل. Thank you.